من بعد ما شفنا كيفاش نبرمجوا بوتات تيليجرام بايثون وكيفاش نربطوهم مع ماي اس كيو ال، دابا نشوفوا كيفاش نربطوا البوت ديالنا مع المونجو دي بي، ونشوفوا كيفاش نديروا الكريت والريد والابديت والديليت، ونشوفوا كيفاش نربطوا المونجو دي بي مع بايثون. قبل ما نبداو ما تنساوش تتابعوني في انستغرام، راه تما كنناقشوا بزاف المواضيع وكنحطوا معلومات على شكل ريلز. اول حاجه خاص نربطوا المونجو دي بي مع بايثون، ومن بعد نطبقوا نفس الشيء في البوت ديالنا. كنمشيو للسيت اوفيسيال ديال مونجو دي بي ونداونلوديوه ونانستاليوه عندنا. من بعد كندخلوا الكوموند برومبت وكندخلوا الكوموند بايب انستال بي مونجو. هاد ليبراري هي اللي تخلينا نتعاملوا مع المونجو دي بي غير من سكريبت بايثون ديالنا. في الكود كنيمبورتيو المونجو كلاينت من بي مونجو، كيف ما كتشوفوا كتبنا فروم بي مونجو امبورت مونجو كلاينت. من بعد كنديكلاريو واحد الفاريابل اللي يكون كيتكونيكت على السيرفر ديال المونجو دي بي اللي عندنا في اللوكال هوست بمساعده المونجو كلاينت. من بعد كنديكلاريو فاريابل اخر اللي كيتكونيكت على الداتابيز ديالنا واللي سميناها بوت تيليجرام. من بعد كنديكلاريو فاريابل اخر اللي كيتكونيكتا الكوليكشن اللي عندنا في الداتابيز اللي تكونيكتينا ليها من قبل. في الحاله ديالنا سمينا الكوليكشن اللي نخدموا عليها كوليكشن 1. دابا نشوفوا كيفاش نديروا الكريت من خلال هاد الفاريابل اللي تكونيكتينا به الكوليكشن ديالنا. اول حاجه في الكريت سواء كنخدموا بالميثود insert mini ولا insert one، الفرق بيناتهم هو ان insert mini كان انسيرتيو بها بزاف ديال الدوكيمنتس، وinsert one كان انسيرتيو بها غا داكيمنت وحده. لما عرف شنو كنقصدو بالدوكيمنتس يرجع للفيديو اللي شرحنا فيه الفرق بين SQL و NoSQL. المهم باش نديرو الكريت بانسيرت 1 كنديرو الفاريابل اللي تكونيكتينا به الكوليكشن دوت انسيرت 1 وكندخلو الدوكيمنت ديالنا. ومن طبيعة الحال خاصك تحترم الشكل ديال الدوكيمنت وتكتب الكي والفاليو ديالها ولا غادي يعطينا ايرور. ولكننا باغيين ندخلو بزاف ديال الدوكيمنتس للداتابيز ديالنا غنستعملو الميثود انسيرت ميني في بلاصه انسيرت 1. بالنسبه للريد ايضا كاين جوج ديال الميثودز، كاين فايند وفايند وان. الفرق بيناتهم هو ان فايند كنديروا بها الريد لكاع الداتا اللي عندنا في داك الكوليكشن، ولا الا دخلنا لها واحد الكونديشن راه دير ريد لكاع الريزالت اللي تخرج لنا في الكونديشن او الشرط اللي دخلنا لهذا الميثود. مثلا عندنا واحد الداتابيز اللي فيها المعلومات ديال مجموعه الناس وبغينا نديروا الريد غير الداتا ديال الناس اللي ساكنين في الرباط، ندخلوا الميثود فايند واحد الكونديشن مثلا سيتي هي الرباط، ويعطينا كاع الناس اللي ساكنين في الرباط ونافيشيو المعلومات ديالهم. الا استعملنا الميثود فايند وان ودخلنا نفس الشرط فراه يعطينا في الريزلت غير المعلومات ديال الشخص الاول اللي ساكن في الرباط. الميثود فايند وان كتصلح بزاف ملي كنحطوا الاي دي ديال داك الشخص في الكونديشن، باش واخا تكون عندنا واحد الدابليكيشن كنتفاداوها. باش نديرو الريد في السكريبت ديالنا كنديرو الفاريابل اللي تكونيكتينا به الكوليكشن دوت فايند وان وكندخلو الكونديشن ديال الريد اللي هو في الحاله ديالنا هو الاي دي ديال اليوزر، وكيعطينا الريزالت كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للابديت حتى هي نفس الشيء، فيها ابديت وابديت وان. كنستعملو الميثود ابديت الا بغينا نديرو موديفيكيشن لكاع الدوكيمنتس اللي كيحترموا الكونديشن اللي دخلنا للميثود ابديت، واللي السينتاكس ديالها هو ابديت وكندخلوا لها الكونديشن وكنديروا فاصله وكنفتحوا اقواس ديال جيسون وكندخلوا في الكي دولار سيت، وفي الفاليو ديالها كندخلوا نيو فاليو مع الكي ديالها. مثلا بغينا نموديفيو لكاع الناس اللي ساكنين في الرباط في شنو الكتاب اللي كيعجبهم يقراو، نديروا في الكونديشن سيتي اللي هي الرباط ونيو فاليو ديالها ندخلوا الكتاب الجديد اللي ولا كيعجبهم. ولا استعملنا الميثود ابديت 1 اتموديفي غير داك البيرسون الاول اللي لقاه، وهذه كيف قلت لكم كتصلح اكثر فاش كنخدموا بالاي دي ديال اليوزر باش نتفاداو الدابليكيشن. بالنسبه للديليت حتى هي عندنا فيها جوج ديال الميثودز، كاين ديليت ميني وديليت وان. ديليت ميني كنحذفوا بها كاع الدوكيمنتس اللي كيحترموا الكونديشن اللي دخلنا ليها، والديليت وان غتحذف لينا غير داك الاليمنت الاول اللي لقاه كيحترم داك الكونديشن. مثلا الا بغينا نحذفوا من الداتابيز ديالنا كاع اللي سميتهم ايوب، كنديروا الفاريابل اللي تكونيكتينا به الكونديشن دوت ديليت ميني وكندخلوا الكونديشن ديالنا اللي هو الفيرست نيم اللي هو ايوب. دابا اجيو نشوفوا كيفاش نطبقوا هادشي في واحد البوت تيليجرام ونربطوا الباتنز ديالنا بكل ميثود. بما اننا في البوت غنكونوا ديما كنتعاملوا مع الاي دي ديال اليوزر اللي كيستعمل البوت، فراه نستعملوا انسيرت 1 وفايند 1 وابديت 1 وديليت 1. اول حاجه برمجنا بوت للدور ديالو هو يتعرف على الاكله المفضله ديال اليوزر ويدخلها عنده في الداتابيز. هادشي راه شرحته لكم وشفنا كيفاش نبرمجوا بوتات تيليجرام من الصفر ببايثون. في البوت ديالنا درنا 4 ديال الباتنز، وحده ديال الكريت والثانيه ديال الريد والثالثه ديال الابديت والرابعه ديال الديليت. مثلا الى كليك اليوزر على كريت كيسول البوت شنو هي الاكله المفضله ديالك وكيعطيه يختار من واحد الماركاب كطلع ليه. ملي كيختار اليوزر شنو كيعجبو كتزاد عندنا في الداتابيز،
في الكود ديالنا وسط الباتن ديال الكريت نديرو الفاريابل اللي تكونيكتنا به الكوليكشن دوت انسرت 1 وكندخلوا الداكيمنت ديالنا ولا يكون فيها الفيرست نيم ديال اليوزر واللاست نيم والاي دي ديالو وشنو الاكله المفضله ديالو. باي ذا واي راه شرحنا من قبل كيفاش ناخذوا المعلومات الشخصيه ديال اليوزر اللي كيستعمل البوت بحال الفيرست نيم واللاست نيم والاي دي، ولا كليك اليوزر على ريد يعطيه البوت المعلومات اللي مسجل عليه في الداتابيز. في الكود كنديرو في الداخل ديال الباتن ديال الريد الفاريابل اللي تكونيكتينا به الكوليكشن دوت فايند 1 وكندخلوا ليه الكونديشن اللي هو الاي دي ديال اليوزر، وكنديروا نفس الشيء حتى الابديت والديليت. كنخدموا بالديليت 1 والابديت 1 في الداخل ديال الباتن ديال الابديت والديليت. حتى لهنا نكونوا سينا الفيديو ديالنا. الى عجبك المحتوى اللي كندير ما تنساش تخلي معك واحد التعليق ولايك وبارطاجي مع صحابك، ولا كنتي مازال ما درتي سبسكرايب ديرها ونتلاقاو في شي فيديو اخر.